بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الإخوة والأبناء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحبيب أبا جعفر، السلام عليك ورحمة الله وبركاته في مقامكم العالي بجنات الخلد التي وعد الله بها عباده المتقين. أبا جعفر، إننا لن نبكي حزنا عليك، فأنت من الذين لا خوف عليهم ولا حزن، فأنت في رفيع المراتب بجنات النعيم المقيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأنت بجوار محمد المصطفى وآل بيته، فهنيئا لك أيها الحبيب. لكننا يا أبا جعفر، وبصدق وعمق صدق، إنما نبكي حزنا على أنفسنا إذ فقدناك، ففقدنا نبع العلم المتدفق غديرا يروينا، وفقدنا السمو مع التواضع الجم الذي يخجل أعلى النفوس فتفيق من غرور، وفقدنا فيك الهدوء والتوازن الذي ملأ كل من حولك وما حولك بالطمأنينة والثقة والتراحم. فقدنا فيك حسن البصيرة والتعامل مع الأمور بحكمة بالغة أصبت بها الدعوة إلى سبيل ربك، فلم يكن بإمكان أي مجادل إذا ما عرفك وفهم صمتك ونظرتك المرشدة أن يتجنب التسليم بما دعوت إليه، ولا أظن أن أحدا لم يعرفك. عرفناك يا أبا جعفر تقيا ورعا برا رحيما بمن حولك، منتهجا منتهى العدل في التعامل، فلم تميز في مجلسك وصحبتك وتعاملك بين الشديد التعلق بالدين والمبتعد عنه المتعثر، وهي منقبة نادرة وتكاد تكون معدومة. لم تكن تميز بين شديد التمسك بالدين والمبتعد المتعثر، بل على العكس، كنت تمسك بيد من خرج عن الطريق، بيدك الحنونة غير متخل عنه ودون نبذ أو إقصاء، وتسير به برفق حتى يلحق بك طوعا ويعود إلى الطريق، يجذبه حنان لا يمكن أن يعاف وصفاء لا يمكن أن يفارق. كنت تحسن حديثاً وتعاملاً مع المختلف قبل المتفق، فلا يستطيع أحد بعده أن يختلف.
هكذا كنت يا أبا جعفر الحبيب، لم تقصِ أو تجرح أحداً، بل بالعكس كنت تمسح على الجراح وتداويها برفق وحنان، فيهما شفاء للنفوس المتعبة. أنا شخصياً عرفتك منذ بدايات إدراكي، وأتذكر فيما أتذكر أن من أولى مناسبات لقائنا كانت في البيت عندنا على ضيافة المرحوم أخي أحمد، حيث كان يعمل على كسب الشباب المثقف وتجنيدهم لعضوية نادي العروبة بسترة، وهذا الاسم الأول لنادي سترة، وكان يقوم بذلك في حملة إصلاح حداثي إن صح التعبير. وكما قال أخي رحمه الله لأصحابه عندما أخفق في ضمك لعضوية النادي بأنك ثروة، لأنك يا أبا جعفر ثروة حتى لو لم تلتحق بالنادي، هكذا قال أخي رحمه الله. كانت فرصة كبيرة لي، ومن حسن حظي عندما التحقت بشركة بابكو متدرباً بعد تركي المدرسة الثانوية، وعينت كاتباً في دائرة التدريب، أن كنت أنت رئيسي المباشر، رئيس الكتبة آنذاك. شعرت كما شعر الآخرون من الذين كانوا يعملون تحت رئاستك باطمئنان وثقة، وإن كنت أنا أكثرهم ثقة واطمئناناً. كنت تمد يد العون والمساعدة والحب الصادق للجميع دون تمييز بين خالد وعبد الرحمن وسيد علي النواح وسيد محمود وحسن الذي هو أنا. كلنا كنا تحت جناح حب وأمان بين يديك. هكذا كنت. أتذكر وأنا أوصل هذه الحادثة بحادثة دعوته للنادي من قبل أخي ووصفه له بأنه ثروة، أتذكر أنني كنت أحضر لك قهوتك كل صباح في المكتب، فلما طلب مني الرئيس الإنجليزي، وأتذكر اسمه ألون فينتون وكان شخصا مرعبا، أن أحضر له قهوته رفضت، فاستدعاني إلى مكتبه وقال لي: أنت تعد قهوة عبد الحسين، فلماذا ترفض أن تعد لي قهوتي؟ قلت له بكل جرأة وثقة بأن عبد الحسين مختلف، لا أقارنه بأحد، لا أنت ولا سواك. لم يستطع ألين فينتون الجبار أن ينكر تقريري هذا، لم يستطع أن ينكر تقريري بأن عبد الحسين مختلف ولا يقارن بأحد، بل هز رأسه بما فهمت أنه قد تفهم ما قلت وقبله. هكذا كنت يا أبا جعفر، الكل على اختلاف مواقعه كان يدرك بأنك كنت مختلفا وأنك ثروة. تركتنا يا أبا جعفر في حيرة، ونحن بأشد الحاجة إلى حكمتك وتوازنك ونظرتك الحنونة الساكنة لكنها المحركة تجاه الخير والهداية، وتعويضك صعب شديد الصعوبة في هذا الزمن القاسي.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد رتبتك علوا في جنات نعيمه الواسعة، وأن يقر عينك بلقاء نبيك وجواره وآل بيته، وأن يعوضنا عنك خيرا بمن يتبع خطاك ويستنير بما أوقدته من مشاعل على الطريق إلى طاعة الله ومرضاته، فليس ذلك على الله بعسير. السلام عليك يا أبا جعفر، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.